أخاطب أخي أسامة وأقول له كم من الدماء أريقت وكم من الأبرياء والأطفال والشيوخ والعجزة والنساء الذين قتلوا أو شردوا أو طردوا تحت اسم هو اسم القاعدة. تنزل للميدان وتشارك وتعرف ولها حضور في المساجد ودور العبادة، لها حضور في القضايا الاجتماعية، لها حضور طبيعي، وخاصة أعمال اليوم لا حرمة في ذلك ولا مشكلة في هذا. الفساد الأخلاقي، نعم. الفساد الإداري، الفساد المالي، نعم. الاستبداد السياسي.